صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 79 لسنة 2019 بتنظيم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وجاء في المادة الأولى من المرسوم تنظم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وذلك على النحو الآتي مجلس الإدارة ويتبعه الرئيس التنفيذي وتتبعه أولاً إدارة الدراسات الاكتوارية والمخاطر، ثانياً إدارة الشؤون القانونية، ثالثاً نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التأمينية بدرجة وكيل مساعد، وتتبعه إدارة خدمات المشتركين، إدارة المستحقات التأمينية، ورابعاً نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بدرجة وكيل مساعد، وتتبعه إدارة الموارد البشرية، إدارة الشؤون المالية، وإدارة المعلومات التأمينية.